الرجل الذي بعده هو سالم مولى أبي حذيفة. ده ما في ما ذكروا في ترجمته كلام كثير، بل وجدت أن أغلب ما ذكر يعني من الآثار الضعيفة، أو وجدت كثيرا من الآثار ضعيفة، لذلك نكتفي بمنقبتين من مناقبه سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. كان سالم لثبيت بنت يعار الأنصارية، يعني هي التي تملكه قبل أن يصير مولى. مولى يا جماعة يعني زول كان عبدا أو رقيقا فأعتق، فصار مولا لمن أعتقه، ودي من أسباب الميراث الثلاثة التي بها يرث المولى، يرث الولي هذا المولى. يعني العبد إذا مات بعد أن يعتق فإن الذي يرثه هو الذي أعتقه. وقيل اسم الذي التي أعتقته سلمى بنت تعار. كان لثبيت، قال ابن الجوي، كان لثبيت بنت يعار الأنصارية تحت أبي حذيفة ابن عتبة، فأعتقه فتولى أبا حذيفة، يعني تولى سالم أبا حذيفة، صار مولا له. وتبناه أبو حذيفة كذا ذكره محمد ابن سعد. طيب، قال ابن عمر، ودي يا جماعة منقبة عظيمة، قال ابن عمر عبد الله بن عمر: كان سالم يؤم المهاجرين من مكة حتى قدم المدينة، لأنه كان أقرأهم وفيهم أبو بكر وعمر. يعني هو يؤمهم وفيهم أبو بكر وعمر. شكا يا جماعة الزول يهتم بالقرآن ويخلص فيه لله سبحانه وتعالى، لو لم يخلص كان من أول من تسعر بهم النار، كما في حديث الثلاثة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم. أي واحد فينا يا جماعة يهتم بالقرآن، خاصة المستقيم الذي يقول بأنه سلفي، لأن السلفية ولأن السلفي هو الذي منهجه قائم على الكتاب والسنة بفهم شنو السلف ومنهج السلف، السلف الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. فإنت لو سألوك مرجعيتك شنو، تقول القرآن والسنة وما كان عليه السلف الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. فكيف تقول أنا منهج القرآن ومرجعيتي القرآن والسنة وأنت لا تحفظه أو لا تحفظ شيئا منه؟ نحن هنا نقول يجب فرض عين على كل مسلم أن يحفظ القرآن، وفرض كفاية، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظه الله سبحانه وتعالى من التلف ومن التغيير وإلى آخره من التغيير. لكن الإنسان إذا حفظ القرآن وأتقن القرآن وأتقن تلاوته فإنه تقوى حجته. زول لما يقول قال الله قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحفظ القرآن والسنة. وما صعب يا جماعة، النازل ناس كبار بيحفظوا في القرآن، واحد قاعد في الحرم عمره 93 سنة قال ده، بس بيلف على الطواف يقول لهم أقروا لي أقروا لي أقروا لي، أما نحفظ. وأنا كنت في بعض المناطق، مناطق التحفيظ، لقيت واحد اسمه حسن، الرجل ده أعمى الآن توفى، كان شاب، ده بيجي في الصف الأول، شفته بعيني في المسجد، بيجي في الصف الأول بيهبش الناس واحد واحد في الصف الأول كذا، يهبشوا من ظهره وأعمى ما شايف. الزول يتلفت عليه يقول له السلام عليكم. وعليكم السلام. يقول له عليك الله، قرأ لي من سورة كذا من سورة كذا، وانت شايل المصحف تقوم تقرأ له. حتى جاء قال مرة بينا قال لي أقرأ لي من سورة غافر، أولم يسيروا في الأرض، فتذكر الآية. الزول الكلام ده سنة 2007، إن كان التاريخ الميلادي ده باطل ذاته زي ما ذكر الشيخ الفوزان، ومن موالاة الكفار يعني الأخذ بكذا في الولاء والبراء. المهم الزول ما تم السنوات إلا وسمعنا إنه توفي، مشيت تاني نفس المكان فسألت عنه
كان عندهم غرفة يجتمعوا فيها الضرائب، فدخلت عليهم وسألت منه قلت له وين أخونا حسن وكذا وكذا، قالوا لي والله زول ده توفى وجانا الخبر بوفاته. فالشاهد من القصة كان نحسب والله حسيب مجتهدا، زول أعمى بيمشي الصف الأول يهابش الزول في ظهره أقرأ لي والبعد أقرأ لي لحد ما يحفظ شنو الآية. فإتى الله اداك بصر واداك وسائل ممكن تحفظ بها، يعني انت الان عندك موبايل بدل تنزل فيه شيء كذا 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 نزل القرآن ونزل تسجيلات نافعة للعلماء. يبقى القرآن الان الحزيفي محمد ايوب حفظ الله الحزيفي ورحم محمد ايوب ديل من اقرأ الناس، تنزل لهم تسجيلات وكذا وكذا تسمع تجويد تكون تمام، وذات كثرت السماع الزول بيحفظ ما تسمع لك لناس سرورية قراء وناس كذا وكذا واحدين مبتدعة، وهذا يقول لك فلان ده أنا بحب أسمع له وتلقاه سروري تكفيري تلقى خاري زي ناس محمد عبد الكريم وغيره، ما تسمع له ولأنك لما تسمع للزول بتحبه. أنا ما دار أشتت الكلام، لكن في وسائل يا جماعة الزول ممكن يحفظ، استمع للقراء ديل زي الحزيفي زي محمد أيوب مشايخ حفظهم الله تعالى رحمه الله من مات، وتكرر التلاوة ويكون عندك وقت للحفظ مثلا بعد الصبح كل يوم لو بتحفظ نص صفحة انت بتتقدم بعد شهر بتلقى نفسك حفظت 15 صفحة، يعني ده قريب من جزء. بعد فترة الزول يا جماعة قدر ما يحفظ في الغالب بيلقى نفسه عنده إقبال أكثر ويلقى ذهنه ده ذاته تفتح وحافظته ذاته تروضت على الحفظ، ثاني بتحفظ في اليوم صفحة صفحتين كذا 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 كذا. بل نعرف من كان يسمع في اليوم حزبا كاملا 10 صفحات كان يسمع، نعرفهم بأسمائهم. فإنت شنو بمرور الزمن تحفظ تحفظ، بعد سنة سنتين ثلاثة تلقى نفسك القرآن في صدرك فالله بيرفعك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم. فالله بيرفعك، وحتى في الجنة في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في سنن الترمذي حسن الألباني يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الموقف الثاني ونختم به بالنسبة لي سالم مولى أبي حذيفة أنه قال ابن الجوزي رحمه الله أخذ اللواء بيمينه، استشهد في يوم اليمامة أخذ اللواء بيمينه فقطعت ثم تناولها بشماله، تناول اليمين أو تناول اللواء بشماله فقطعت ثم اعتنق اللواء وجعل يقرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم إلى أن قتل رضي الله عنه. ده سالم مولى أبي حذيفة. فنأخذ من سيرة سالم مولى أبي حذيفة فائدتين، الفائدة الأولى أن يهتم العبد بالقرآن تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا حتى يصير إماما، وهذا مطلب أن يصير العبد إماما في الدين وليس إماما في الدنيا يطلب الإمارة. قال تعالى عن أهل الإيمان وعن عباد الرحمن قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. زول تبقى عقيدته في الله صحيح، ما بيعلم الغيب إلا الله، ما بديك جنة إلا الله سبحانه وتعالى، ما تحلف إلا بالله، ما تتبرك بتراب، ما تنادي شيخ يا فلان الحقنا ويا فلان افزعنا. ودي من الأمانة توصل الكلام ده للناس، والله ده من الأمانة. والذي رفع السماء الليلة دي كنت كبير راكب مع زول في البلد ماشيين على السوق راكب معاه ورا، قال لي جات ركبت معاي مرة في المحل دي، قلت له اشتغل دعوة انت شغال كذا واجرك اشتغل دعوة، قال لي ركبت معاي مرة في المحل ده،
قال لي لما ركبت قالت يا رسول الله. قال لي قلت لا يا مرأة يا حاجة يا خالة ما تقول يا رسول الله، قولي يا الله. الرسول ما بنادو، لأنا بنادو الله بس سبحانه وتعالى، والرسول نفسه قال إذا سألت فسأل الله. قال لي فهمت والله. قال لي اللفظ اللي قالت لي، قالت لي والله الرجال اللي أنا بركب معهم دي الخاينين ما علموني باللفظة دي كده. أنا والله ذكرت الموضع الليلة دي، قالت لي وخاينين باللفظة دي. مرة كبيرة بتقيم إنه زول اللي بينطق بالحق أمين، والزول اللي بيكتم الحق خاين، وده اللي قاعدين 16 سنة وعشر سنوات ما عارفين المعلومة دي ولا ما قادرين يطبقوها. ناس نسأل الله العافية. الفائدة الثانية الشجاعة والإقدام بل والصدق. قطعت يده يا جماعة، أنتوا بتسمعوا كلمة قطعت يده دي، الشغلة دي ما سهلة. خز ولا ودار يقلع ولا ضفره، دار يقلع ولا ضفره، تلقاه يبنجوه وكذا، وبعد انت تنتهي العملية مرات يقول لك أنا والله لما انطشيت شبكة وما بعرف ايه وحصل لي هبوط وكذا وكذا، وسووا له شنو؟ ضفره بآلات، ضفر ما أصبع ولا كف ولا للمرفقين. تقطع اليد، قطعوا اليد ما كوركوا ولا جبنوا، أخذ اللواء باليد الثاني. شوف القوة دي كيف، شوف الشجاعة وشوف التوفيق، وهذا دافعه الإخلاص لله سبحانه وتعالى. شال اللواء قطعوا الثانية، ضم اللواء بجسده فقتل رضي الله عنه. زول يا جماعة يكون صبور في الدين ده، تتحمل وتضحي من أجل هذا الدين.